موجود هناك، وإذا بالمخابرات ويها الشرطي أيضا جاي مرة ثانية، تعال معنا في تفتيش مرة ثانية اللابتوب. عجيب، ليش يعني كانكم لنا متحججين يعني؟ فأنا يعني كما بدأت المقدمة يبدو هناك علاقة يعني واضحة بين الأحكام اللي صدرت بالأمس وتوقعات أن هذه القضية تثار في الخارج، وكأن هذه المحاولة للاستفزازية اللي حدثت في المطار هي من كأنهم يريدون يكتشفوا شيء معين يؤخذ برا أو الحديث برا حول ما حدث أو غير ذلك، سواء يعني بما يخدم المواطن وقضايا المواطن بشكل آخر في نهاية المطاف. وفوجئت مرة ثانية بأنه فقط للروتين أدخلت الحقيبة مرة أخرى في الجهاز، ثم عشان يبينون أنه فعلا في شيء مثير في داخل الحقيبة، وهذه جزء من اللعبة أنا أعتبرها، لأن الحقيبة فتشت كاملا وما فيها أي شيء مثير أو مخالف، فلماذا إدخالهم الجهاز مرة ثانية؟ ثم بعد ذلك يعني ما يجون رأساً قالوا افتح الجنطة أو الحقيبة بعد ما مررها المرور الشكلي، وهي عبارة عن مسرحية تضاف إلى مسرحياتهم التي تكررت في البحرين على مستويات مختلفة. فتحت الجنطة قال رأساً افتح اللابتوب، فتحت اللابتوب وإذا بطريقة هستيرية أيضاً يأخذ هذا المخابرات الجهاز اللابتوب ويفر كان جبانة، يعني كأنه أقول وقلت له بالحرف الواحد هذا ليس من حقك، هذا حق شخصي لي، مو من حقك أن تفتش إذا عندك أمر قضائي. بدون جدل بدون نقاش رأسا أخذ اللابتوب وراح على أساس أن يفتش في الداخل. وأنا أعتقد أنها أولا أنا مسألة اللابتوب فيه أمور تتعلق بشخصيا، وهناك قانون دولي وحق حق عام لكل مواطن في أي بلد أن هاي الأمور الشخصية لا يتم الاعتداء عليها إلا إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وهذا ما كان موجود. كما ذكرت في مقدمتي أنه أنا كنت جاي طبيعي ودخلت بنفس الحقيبة طبيعي، وما وسبق أن سافرت أيضا بنفس اللابتوب وما كان في تفتيش. لماذا بالأمس إصرار على تفتيش اللابتوب وأخذ اللابتوب إلى داخل حجرة خاصة والاحتفاظ به لمدة ساعة لارب ثم يؤتى به إلى الجهاز، يؤتى بالجهاز؟ فواضح أن الـ الأمن الوطني يحاول أن يتعرف على أي سر أو على أي موضوع له علاقة بالمطالب، بمطالب شعب البحرين وبمسألة اللقاءات التي تحدث أو مراسلات تحدث هنا التي تخص القضية البحرينية وتخص قضايا شعب البحرين. هناك إصرار لمعرفة بعض هذه الأمور ولو بطريق القهر وبطريق التسلط وبطريقة بقانون القوة وليس قانون وليس بقوة القانون. يعني أنا ذكرت هذا الإنسان المخابرات والشرطي أن الذي تمارسونه هو مخالف للقانون، وهذا مخالفة واعتداء على حقي كإنسان كمواطن، فضلا أن يكون أنا رمز سياسي عندي علاقات مختلفة في الداخل وفي الخارج، وأيضا عندي مطارحات لقضية البحرين في محافل مختلفة، وعندي أيضا تبادل لقاءات مختلفة لكثير من السياسيين أو اللي لهم علاقة بحقوق الإنسان، وبالتالي هذا الحق الطبيعي اللي هو ليس حقا شخصيا فقط وإنما شيء يتعلق بالشعب كاملا. لذلك أنا أعتقد أنه أنا يعني اتصلت في الحال بالمحامي حتى أضعف الصورة، لأنه واضح أن هذا كان اعتداء سافر واعتداء يعني يستهدف النيل مني وأيضا الدخول إلى عالمي الخاص الممنوع يفترض كمواطن يعني أنا أو غيري، ويعني يتم الاعتداء بهذه الطريقة. ولما أتحدث معهم ما يكترثوا حتى بالكلام، يعني كان هناك أيضا أوامر بالصمت وعدم حتى التجاوب أو الكلام، حتى أنه لما أرجع لي اللابتوب بعد مرور أكثر من ساعة لارب
قلت انا ماذا افعل باللابتوب؟ ماذا يدريني ماذا فعلتم باللابتوب؟ يمكن سويتوا شيء خاص، يمكن خليتوا اجهزه تنصت، يمكن عملتوا اي شيء بداخل اللابتوب. اذا خذوا اللابتوب، انا لا حاجه لي في اللابتوب الان، اعطوني ما يثبت ان اللابتوب عندكم. ولكن لانهم جبناء ولا يريدون ان يتعاملوا بمنطق القانون، ولانهم يدركون انهم يخالفون القانون، لم يقبلوا وسكتوا. ما رضوا يعطوني ما يثبت انهم اخذوا الجهاز حتى يكذبوا على الناس فيما بعد، يقولوا لا احنا ما سوينا الامر طبيعي، فتشنا الامر طبيعي، وهو واقعا اللي حدث كله غير طبيعي. بالتالي ما لم يقبلوا ولا يستطيعون طبعا، وهي ديدنهم دائما الهروب مما يثبت جرائمهم، لأن الجرائم هذه كلها جرائم، ولا يريدون أن يتركوا بصمات أو أدلة. لذلك ما لم يقبلوا أن يأخذ يبقى الجهاز، ولم يقبلوا أن يعطوني رصيد أنهم قد أخذوا الجهاز. أنا على كل حال أحملهم المسؤولية على أي شيء يحدث، وأحملهم على أي اختراق لجهاز اللابتوب. وأنا مصر طبعا كما أخبرت المحامي بأن أرفع دعوة قضية على رئيس جهاز الأمن الوطني لهذا الاستهداف، ولأن هذا اعتداء على مواطن في الأخير. وأنا أعتقد لن يمر هذا الموضوع، لأن إذا أنا سكت سيكون أيضا هناك اعتداءات على الآخرين. وأنا يعني لن أكتفي حتى بإثارة الموضوع في داخل الساحة البحرينية، ولن أكتفي برفع تحريك قضية في داخل ساحة البحرين، بل سأحرك هذه القضية أيضا إذا لم يتم رد الاعتبار ولم تقبل المحاكم بالقضية. سألجأ أيضا إلى المنظمات الدولية ولا أي جهة يمكن أن يعني تساهم في استرجاع حقي، هذا حقي الطبيعي كمواطن وكرجل يعني سياسي أو كرم سياسي وكشخص يعني وضعت نفسي لبذل ما أستطيع من أجل شعب البحرين ومن أجل مطالب شعب البحرين. أنا أشكر كل اللي الإخوة اللي والأخوات وكل أهل البحرين وكل اللي اتصلوا للإطمئنان ومتابعة موضوعي بعد رجوعي ووصولي لندن، ومتابعة كل الحدث. وأيضا أؤكد على أنني سائر على هذا الطريق، وأنا أدرك تماما مدى الأخطار القادمة، وأدرك أيضا مدى المضايقات التي سأتعرض إليها، لكن هذا لن يكون سببا لإيقافي ولا إيقاف نشاطاتي، بل سيكون حافزا ودافعا أكثر للاستمرار في النضال من أجل قضايا شعب البحرين. والحمد لله رب العالمين.